الاسماعيلي اللي كانوا في عصر من عصور نادي الاسماعيلي القويه والمزدهره، وهو دلوقتي طبعا في قطر، دلوقتي احد موجود في احد الانديه بيدرب هناك، واحد من السرد باكات المميزه في عصر، زي ما بقول لكم في عصر مهم جدا، احد زملائي في الجيل بتاعي في منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، كابتن زيدان النبوي، واللي موجود في تركيا طبعا اثناء معسكر لفريقه في تركيا. كابتن زيدان تحياتي ليك. كابتن تحياتي ليك كابتن فاروق، ازيك حبيبي؟ وتحياتي لكل النجوم اللي معاك. انا ما اعرفش مين لا معاك في لسه الاستوديو لسه، والله. كابتن احمد سليمان هيكون معايا بعد الفاصل ان شاء الله. تحياتي ليك كابتن فاروق، اخبارك ايه برنامج يا كابتن؟ الجميل. اخبارك ايه؟ طمني عليك. والله الحمد لله كابتن فاروق، بس الاسماعيلي، وضع الاسماعيلي والله مضايقنا كلنا يعني بصراحه. يعني اللي احنا بنشوفه، الوضع اللي احنا بنشوفه وضع صعب جدا يعني بصراحه. طب انا كنت بتكلم دلوقتي، لو سمعنا كابتن زيدان، ان فكرة ان المصالح الشخصية هي اللي بتطغى على مصلحة النادي الكبير ومصلحة النادي اللي يعني بيعشقه جماهير الاسماعيلي وجماهير تانية خارج الاسماعيلية الصراحة، وبالتالي الامور، وانت عارف انت كلاعب كورة، الامور بتكسب وبتشتغل بشكل كويس لما تبقى كويس بانك بتكون بتحب ناديك وبتشتغل من غير اي مصالح او النية الصافية اللي بتبقى موجودة داخل النادي. انا دي وجهة نظري، انا معرفش وجهة نظرك انت، وانت اعلم طبعا ببواطن الامور يعني. لا والله كابتن فاروق، احنا برضه ايه، مش حته المصالح انا مش هتكلم فيها، انا هتكلم في ان لازم الاداره اللي موجوده تعرف قيمه النادي الاسماعيلي اللي هي ماسكاه. النادي الاسماعيلي كابتن فاروق زي ما انت عارف، نادي كبير، نادي عظيم، نادي ليه قيمته كبيره في الوطن العربي كله، مش في اسماعيليه او في القاهره او في مصر، يعني الوطن العربي كله عارف قيمه النادي الاسماعيلي. فلازم الإدارة تعرف قيمة النادي الإسماعيلي اللي هي ماسكاه وتتصرف على هذا الأساس. النادي محتاج دعم، النادي محتاج فلوس، محتاج موارد، محتاج لعيبة كويسة. وطبعا الإدارة اللي موجودة حاليا ما عملتش الكلام ده خالص، حتى جابت 11 لعيب، ال 11 لعيب سيئين لا يصلحوا إنهم يكونوا موجودين في النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي أكبر منهم بكتير. فلازم الإدارة تفهم، ولازم الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع صعب جدا جدا جدا. يعني انت قدامك في الدوري الثلاث اربع مباريات اللي جايين، لو انت ما كسبتهمش الإسماعيلي هيبقى موضوع صعب جدا جدا. طيب يعني انت شايف وجهة نظرك يا كابتن، احنا بنتكلم ان خلاص احنا بنتكلم 11 اسبوع بالنسبة للدوري الممتاز، النهارده الخروج من كأس الرابطة وتعتبر بطولة وهي الأولى من نوعها في طبعا بطولة الكرة كانت المصرية، طبعا وكان ممكن تحسن الجزء النفسي بالنسبه للاعبين وممكن تفرق معاهم كتير الوصول النهائي. وطبعا الاسماعيلي يعني دايما مطالب ببطوله يعني. انت النهارده كابتن فاروق كان عندك البطوله سهله جدا، تقدر تجيبها، مع احترامنا طبعا النادي محل نادي كبير، بس نادي الاسماعيلي برضه نادي كبير، كانت بطوله هتضاف لبطولاتك، كان نفسيا هترفع، معنويا كل اللعيبه اللي موجودين، هتريح الجمهور، الجمهور اللي هو شايط في الشارع الاسماعيلاوي. طبعا جمهور الاسماعيلي من الجماهير المظلومه جدا كابتن فاروق، لان جمهور الاسماعيلي يستحق افضل من كده، يستحق لعيبه افضل من كده، يستحق اداره افضل من كده، يستحق تقدير افضل من كده. جمهورنا محتاج حد يقدره وحد يديله حقه. ولازم الاداره تفهم ان الفتره دي اخطر فتره في تاريخ النادي الاسماعيلي. ده حقيقي. لازم يبقى في دعم يا كابتن فاروق، لازم يقعدوا مع اللعيبه، لازم يبقى في مصالحه بينهم وبين بعضيهم في النقطه اللي انت قلتها. لو في خلافات، احنا مش هنتكلم ان هم في خلافات، بس هم لو في خلافات مع بعض لازم يحلوها، لازم ما يبقاش في مصالح في الموضوع. انا ما بتكلمش ان في مصالح في الموضوع لان انا ما اعرفش، مش هقول حاجه. لا انا ما بتكلمش يا كابتن زيدان على الوقت ده، بس انا بتكلم على 6 سنين نادي اسماعيلي بيظهر بشكل احنا يعني مش ده الاسماعيلي، تراكمات موجوده، وبالتالي ظهر ان احنا في الوقت ده كمان اكتر بقى. هو مشكله النادي الاسماعيلي يا كابتن فاروق زي ما انت عارف، النادي ما عندوش موارد نهائيا، بيعتمد ان هو يطلع لعيبه من الناشئين، اللعيبه تظهر بشكل جيد، بعد ما اللعيب يبقى نجم من نجوم مصر نبدا نبيعه لاي فرقه تانية، وتبدا ماشيه كده، كل ما تجيب 2 3 لعيبه كويسين تبيعهم والفرقه تفضى وتدخل فلوس. وللاسف جميع الادارات اللي دخلت، اللي جات النادي الاسماعيلي، الفلوس اللي دخلتها عمرها ما جابت بيهم لعيب كويس. للاسف احنا بنعمل لعيبه كويسه وبنمشيها وبناخد فلوس وفلوس كتير، وبعدين الفلوس بتروح في حاجات تانية غير ان احنا نستقطب لعيبه مميزين يفيدوا النادي الاسماعيلي. فلازم الاداره الفتره دي، احنا ما قدمناش يا كابتن فاروق غير اللعيبه اللي موجودين هم الحل، لان ما عندكش تقدرش تجيب لا لعيب ولا 2 ولا 3 في التوقيت الحالي. اللعيبه هي اللي موجوده معاك، هي اللي هتكمل الدوري.
فلازم يقعدوا مع اللعيبه دي نفسيا، يكلموهم، يعملوا لهم معسكر داخلي في اسماعيليه، يقربوهم من بعض، يحببوهم في بعض، يعملوا لهم مكافآت عاليه جدا. لازم الاداره الفتره دي طب الجهاز الفني